الفل على زملائي في الاستوديو، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد. طبعا احنا موجودين معاكم من داخل سوق العبور، الجوله الاساسيه واليوميه بتاعتنا اللي بننقل فيها الاسعار ليكم اول باول عشان المواطنين يكونوا عارفين الاسعار الحقيقيه لما ينزلوا يشتروا من اي سوق تاني وما يحصلش اي تلاعب من التجار. خليني ابتدي معاكم كده باسعار الخضار. اول حاجه الطماطم بتتراوح من 12 ل 15 جنيه، البطاطس بتتراوح من 17 ل 22 جنيه. وطبعا احنا عارفين ان البطاطس كانت اسعارها مرتفعه ولسه اسعارها مرتفعه، ودي اكتر حاجه مضايقه الناس. بس التجار قالوا لنا مع بدايه الموسم الجديد لما هتنزل في شهر 10 و11 هتبدا تنخفض بشكل كبير، وهتتراوح من 10 ل 15 جنيه بدل من 17 ل 22 جنيه، ودي حقيقه خبر يفرح كل الناس. اما بالنسبه للبتنجان بيتراوح من 7.5 ل 10 جنيه، والبصل الابيض من 8.5 ل 10 جنيه، والبصل الاحمر من 5 ل 7، والفلفل الرومي من 6 ل 10، والخيار من 12 ل 15، والثوم من 45 ل 75، والكوسه من 16 ل 22، والفاصوليا من 35 ل 45، واخيرا البطاطا من 4 ل 9 جنيه. خليني انتقل معاكم لاسعار الفاكهه. اول حاجه العنب من 20 ل 32، والتفاح من 40 ل 50، والتين من 21 ل 26، والجوافه من 14 ل 20، الكنتالوب من 8 ل 14 جنيه، الرمان من 14 ل 20، الكمثرى من 15 ل 35، المانجا لويس من 25 ل 40، الزبديه من 22 ل 25، والبارول المستورد ب 50 جنيه. خلينا كده نسال برضو احد التجار اللي معانا هنا في سوق العبور، نساله عن انواع الفاكهه وايه الفاكهه اللي ارتفعت وايه الفاكهه اللي انخفضت وايه كمان الانواع اللي هتظهر معانا جديد. خلينا نشوف جولتنا معاه. يلا يا حاج، اهلا بيك، عامل ايه الاخبار؟ عايز اعرف منك كده الاسعار بقى، الاسعار بتاعت الفاكهه. خليني ابتدي كده اول حاجه بالبلح. زي ما احنا شايفين البلح، قول لي ايه انواعه وايه اسعاره؟ البلح حضرتك فيه ثلاث انواع، في اللي هو السلمي، في البرحي، في السماني، في الزغلول. ده حاليا دلوقتي السماني ده، والبرحي شغال من حوالي 20 يوم، اسعاره من 20 لغايه 25 جنيه. قول لي اسعارهم بقى كده، كل اسعار البلح. اللي هو الاصفر السلمي ده حضرتك ده شغال من 8 جنيه لغايه 15 جنيه. تمام. في البلح الاحمر اللي هو الزغلول البشر برده مع السلمي دوت، ده شغال من 15 ل 20 جنيه حضرتك. طيب كلمني عن الكنتالوب بقى، الكنتالوب ايه الاسعار بتاعته؟ وكمان كلمني ان هو من اكتر الفاكهه اللي الناس بتحب تاكلها دايما في الصيف مع الجبن. هو حضرتك من ساعه الرئيس السيسي مسك البلد دي، فالكنتالوب خلي بالك انتشر على مستوى الجمهوريه، السنه كلها فيها كنتالوب. في بتشكى وفي العمريه، في اسكندريه، في انا عايزه نقطع واحد كده يعني حاجه من الكنتالوب وتقول لي ده نوعه ايه وايه اللي بيفرق ده عن ده. تمام، اتفضلي حضرتك. كده مع بعض. هلا، واضح ان الصوت الصوت عاده بيبقى كده عشان هو العرشي ده سعره ماشي من 15 لغايه 20 جنيه. تمام. في تاني بتاع العمريه خلي بالك، وفي العراقي، وفي اللي هو الشهد، يعني هو اربع خمس انواع الكنتالوب حضرتك. ايه اكتر نوع الناس بتحبه؟ اللي هو العراقي اللي حبيته حمرا من جوه، ده مسكر ده خلي بالك. ده العراقي اللي معانا. المانجا ده حضرتك ايه؟ العراقي خلص من اشتغل من شهر 8 لغايه شهر 9، يعني هو خلص حضرتك. اتفضل. سألونا في الاستوديو عن المانجا، طبعا انت عارف ان احنا كلنا بنحب المانجا، وخلاص الصيف يعني قرب يخلص، هل هي لسه مستمره معانا قد ايه؟ وقول لي اسعارها، هل هتزيد ولا هتفضل زي ما هي؟ خاصه المانجا، المانجا الحلوه في الوقت ده، لان احنا عارفين ان هي بدات تخلص. المانجا الحلوه دلوقتي ايه؟ بالظبط بالظبط، المانجا الحلوه ايه؟ المانجا الحلوه في الوقت ده اسعارها هتبقى ايه؟ هترتفع ولا هتفضل زي ما هي؟ لان كانت اسعارها عاجبه الناس قوي السنه دي. كلمني بقى عن المانجا بانواعها. حضرتك المانجا خلي بالك دلوقتي اللي شغاله خلي بالك العويس، وفي الفص، وفي النعومه، وفي الصديقه، وفي الزبديه. اللي بدات تخف شويه خلي بالك العويس والزبديه، هم اكتر نوعين محببين المفروض. والصديقه والعويس هم اللي هم بتوع الاكل، هم الاثنين حضرتك. هيخلصوا بقى مع اغسطس ولا المانجا هتكمل معانا لسبتمبر؟ يعني هنا المانجا حضرتك دي اللي شغاله دلوقتي حاليا بتاعت الشرقيه، عشان اللي بتاعت تسمع ليه خفت. كمل عن المانجا. 33. احنا عارفين ان في اقبال في السوق النهارده، فطبعا التاجر يعني واقف معانا بالعافيه. طب قول لي بس المانجا ايه؟ دي حضرتك الزبديه حضرتك دي. الزبديه. طب ممكن نفتح واحده؟ نفتح واحده حضرتك. ماشي اتفضل.
ما هي ممكن تسأليه المانجا هتخلص مع أغسطس الموسم بتاعها ولا هتكمل معانا في سبتمبر؟ اه يفتح لنا يفتح لنا المانجا على الهواء. عايزة أسألك المانجا هتخلص مع شهر أغسطس ولا هتكمل معانا؟ المانجا مكملة حضرتك خلي بالك. هتكمل لحد امتى؟ في الكيت خلي بالك تقعد لغاية شهر واحد المانجا الكيت اللي هي تشتوي. لكن الزبديه دي قدام 20 يوم 25 ما يتشطب خلي بالك. طمنيك يا عبيده ان المانجا مكمله معانا لحد شهر واحد فضلت. بس العويس والفص هتخلص دلوقتي. هتخلص خلاص. ما تقلقيش حضرتك اه ما تقلقيش. بس العويس والفص خلاص بيخلصوا؟ يعني انا عندي كل يوم بيجي بص كل يوم بيجي اتفضلي حضرتك بيجي كل يوم ثلاث اربع عربيات عويس وفص عويس. طب قول لي كده الفص عامله كام دلوقتي؟ هو بره اسعار خياليه. هنا شغال انا ب 40 جنيه 45 جنيه اللي بص الاعلى حاجه عندي 60 جنيه هم بيبيعوها بره ب 100 جنيه طب ليه بقى؟ واكثر كمان السبب ان هي بره بتبقى مرتفعه كده اماكن اماكن حضرتك في اماكن اللي هي مستويات بياخدوا اسعار كده ما حدش بيتكلم في اي حاجه حضرتك اهو يعني هي بتبقى مرتفعه قوي لما بتنزل خاصه للتجار القطاعي لان احنا عارفين ان احنا هنا جم حضرتك هنا جمله خلي بالك بالنسبه للاسعار دي خلي بالك اعملي حسابك في الكيلو 7 8 جنيه مصاريف في هنا في بيعه في نقل في مواصلات في برضه هالك في الزرع في محل برضه ايجار خلي بالك كهرباء وميه ومصاريف فكل ده بيحطه على السبوبه هو حضرتك خلي بالك يعني انت المانجا هنا قول لي عندك كام وهتنزل في السوق تحت الناس لما هتيجي تشتريها هتشتريها بكام؟ هي الزبديه حاليا ماشيه ب 25 24 جنيه يعني المفروض يبيعها ب 30 جنيه مثلا ما يبيعهاش ب 40 جنيه و 45 جنيه لا بس